بسم الله الرحمن الرحيم. لتحضير يخنة الدجاج بالكريمة والذرة بدنا صدر دجاج مقطع مكعبات أو شيش زاد عندك، ذرة معلبة، زيت نباتي بالإضافة إلى بصل مفروم ناعم كيوبس وكزبرة خضراء مفرومة كتير بتلبق مع هالطبخة، ملح وفلفل من الكسيح، بهار دجاج من إسنان، بابريكا خشنة، كريمة طبخ، معلقة كبيرة من القشطة أو جبنة الدهن، ماء مغلي وأرز مفلفل للتقديم. تمام. إذا إحنا بنقول دجاج مقطع، إذا هو مش ضروري تكون الطبخة بواقي أكل وأنا بدي أدورها، ممكن تاخذي الوصفة، عجبتك الوصفة تروحي تجيبي دجاج، تبهريه بالبهارات اللي أنا رح أحطها هلأ وتقلي وتكملي باقي الطبخة، ولكن إحنا رح يكون منفذ من المنافذ اللي بتعيني أنا وياكم نهرب فيها أثناء الشهر الفضيل من إني أتلف بواقي الأكل. رح أحط شوية زيت نباتي على الطنجرة، الغاز شغال. بسم الله الرحمن الرحيم. رح أعمل شوية سوتيه أو تقلية بسيطة لبصل مفروم ناعم كيوبس، بصل بسم الله. كمان رح ألحقه بشوية ثوم، شوية كزبرة، الكزبرة رح تكون في نهاية المطاف. رح نقلي البصل، نهدي النار لحتى إحنا نتبل الدجاج. بس تتبل معاي البصلة، فيك تحطي ثوم أو بدون، أنا حطت لك إياها اختيارية علما إنها بتلبق مع وجود الكريمة فبيزبط. الدجاج رح نجيب عليه على السريع زعتر ناشف اختياري، رح أحط هيل ناعم مطحون باودر، بابريكا خشنة، شو كمان بدنا نحط؟ بدنا نحط شوية ملح وفلفل من الكسيح، ملح، وبدي كمان شوية فلفل أسود بهالطريقة. كمان رح أحط عليه توابل الدجاج من بهارات إسناد السعودية. بوجه تحية لكل شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، الله يعطيهم الصحة والعافية دائما وكل سنة وهم سالمين. رح أتبل الدجاج زي ما أنت شايفة، وبعدين بدك تحوص الدجاج، أنا مع بدون زيت ولا إشي، حوص الدجاج لحاله بالمقلاية زي ما أنا عاملة عشان تسحبي منه السوائل، السوائل اللي فيه رح تنزل بتتبخر، فأنا رح أحافظ إنه الدجاج عندي يضل برونقه كتير حلو وكتير طعمه ذاتي، ما ينزل السوائل كتير ويزنخ شوي، يعني ديروا بالكم. أهم إشي بصدور الدجاج ما تسكر الغطاي، ليه؟ بتبخ سوائل. بما إني مسكت الدجاج ديروا بالكم، يا بتغسلي إيدك يا بتغيري الجلافز. هنعمل سوتيه للبصل. هلا بدي بلش يتبل معي، بنزل عليه نتفه الثوم، وهي الثوم المهروس عشان نكمل باقي الوصفه هيك. هلا بدي اعلي الغاز، اعلي الغاز، نرجع نقلي البصل والثوم. بعدين شو بدي اعمل؟ بدي اجيب الذره المعلبه، الذره المعلبه بتحلي، هي معلبه وفيها مواد حافظه. الذره اذا حطيناها على الرز كمان زاكي، بس انا عشان انت هيك ما تستغربي الذره ما حطيت لك اياها مع الرز، بس صراحه رهيبه مع الرز، بس بتزيد الملح شوي سنه صغيره لانه الذره بتحلي. يلا هنحمص الذره مع البصل والثوم والزيت، درجه الحراره عاليه بالغاز، نقليهم. دائما حافظي انه الخضرة تضل ماسكة حالها. ايش هالشط الخطير، الوانها حلوة، طعمها زاكي، بتقرش فيها قرشة عشان تضل ماسكة حالها. شو لازم نساوي؟ لازم نجيب الدجاج مباشرة ونعمل سوتيه مع باقي الخضار هالشكل. طيب، في كلام حلو عجبني بالجاليري، بيقول انه الاكل لما يكون ساد بايت بيكون ملزق او بيكون شكله مش حلو او مبرد لانه جاي من الثلاجه. شو بساوي اذا كان شيش مثلا؟ شو لازم نساوي؟ نحط عليه شويه مي بالمقلايه وسوتيه، بسخن صح وبسخن من جوا صح، وكمان البرود اللي عليه بتروح بالمي، وكمان المي بتخلي الدجاج ينعنش بيرجع لرونقه، فهي شوية مي بالمقلاية على البخار ودرجة حرارة متوسطة. هلا أنا بدي أرجع أقلب الذرة مع الدجاج والبصل والثوم بهالطريقة.
ما بضبط هلا الملح لانه في عندي قشطه، في عندي ذره اخر المطاف. انا صراحه عشان اكون انا وياكم دغري، انا زدت تكه عيار ملح الدجاج عشان اضبط الموضوع صح. هلا شو بدي اساوي؟ رح نجيب الكريمه، وهي المي جنبي، تمام، خلينا نسخنها. بعدين رح اجيب معلقتين كبار جبنه الدهن تحت الساندويش الكساب، او علبه قشطه، الازكى الجبنه، ما عندي الجبنه رح احط قشطه، تمام. حركي، بسم الله. ليش؟ عشان ما احط القشطه بجهه والكريمه تهرب مني بجهه ثانيه، لا تبقى طبختي مزبوطه. بدي اروح يلا على الطنجره، رح نروح ونحطها فوق باقي المكونات وخليهم يتطبخوا بالطنجره. ايوه، هلا المي السخنه بتغلي وهيك بنكون دورنا، اختصرنا وقت الموظفه اللي امبارح عملت طبخه، اليوم لو بدها تسخنها هي دورتها، ولا حدا رح يزقطنا لا انا ولا انت انه احنا شو صار عندنا اليوم تدوير. ما حدش داري اني انا عاملت لهم طبخه اصلا زادت من امبارح. لو سالوني وين الدجاجات تبعون امبارح بدي اقول لهم اكلهم العصفور. رح نجيب شويه مي مغليه، بعدين رح نكسر اللي هي قوام كريمه الطبخ عشان ما تبقى ثقيله. مشان هيك على فكره في كثير من كبار السن والرجال بالاخص، خصوصا في المؤسسه العسكريه، وانا ماشيه قبل يومين ومبارح كمان، احد المتقاعدين العسكريين برجي لهم تحيه جميعا، قال لي والله يا ابوي انا بحب احضرك اخذك ركاب طبخ، بس لما بتشتغلي بالكريمه بكملش الحلقه. اكيد في كثير ناس اغلب الرجال ما بحبوا الكريمه، مشان هيك دائما انا رسالتي دائما للستات، اضبطي قوام الكريمه صح. هي مش صح تبقى ثقيله، ومش صح تبقى مالحه، ومش صح تبقى دسمه، فدائما بضبطها باستخدام مرق او الماء المغلي، تبقى طعمتها واضحه بس بطعم الشوربه، يعني سايله مش تبقى ثك كثير، الا اذا كان في معكرونات او ماشروم صوص مثلا، يعني هاي الامور بتختلف. هلا بدي ادوق الكريمه، ولكن ما راح تعطيني الطعم صح. ليه؟ لانها مغليه، ما بتعطيكي طعم صح الا لما تغلى الكريمه عشان تسحب كل بهار الدجاج. فانا بس راح ادوق، ملح. مشان هيك دائما بقولكم ديروا بالكم على عيار الملح باخر الطريق. حتى هلا شوفي لما بيغلي حتشعري للحظه من اللحظات بانه شو اتعقدت النكهه وصارت واضحه جدا معي. راح احرك الدجاج مستوي، قلبته واموره تمام. بصل عملت له سوتيه، الذره جاهزه، فانا ما في داعي اني انا اطبخها كثير، بس راح اخلي الكريمه تعقد وخلص، تمام. يلا هاي عين الغاز عاليه، ممكن تقدمي جنبها معكرونة، ممكن بطاطا مهروسة ماش بوتيتو، وممكن تفلفلي الرز. أنا صراحة إحنا شعب نحب الرز، فأنا فلفلت رز مشان هيك سميتها يخنة أو يخانة. فرح أجيب الرز. أهم إشي بالرز، نصيحة مطبخية سريعة 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 بشهر رمضان المبارك، أهم إشي إنك تفلفلي الرز. شوفي شو رح أعمل، طلعي إيدي، من وين أجا هذا الزيت؟ ما هذا رز مفلفل. أهم إشي وخصوصا بالحبة القصيرة قبل البسمتي، طلعي يعني هذا من ساعة جاهز، يفترض بأنه حباته ملزقة في بعض أو حبات البسمتي مكسرة. أول إشي بتنقعيه في ماء فاتر لمدة لا تتجاوز 5-7 دقائق، 10 دقائق بالكتير، بس بتشطفيه وبتصفيه. بعدين لما بدنا نطبخه أو نفلفل الرز عادة شو بنساوي؟ بدك تحمصيه بزيت نباتي، الزيت بخلي الرز ما يطلع ريحة مش حلوة بالتلاجة، واحد بالتبروير إذا زاد، اثنين ما بتكسر على الفلفل، ثلاثة بتضل الحبة ألف ألف ما بتلزق في اللي جنبها، أربعة إذا سخنتيه بيرجع فريش مباشرة لأنه الزيت بسخن فبيسخن حبة الأرز. ما في داعي إنك أنت تسخني رز وحبات الرز مكسرة أو ملزقة في بعضها. فهاي عملية التحميص صار، وأجت أختك عندك وساعدتك بالطبخ، أو بنتك أو كنتك إلى آخره، ولا معلمانية على الجميع طبعا، ساعدتك بالطبخ ووقفت جنبك وفلفلت هي الرز ونسيت تحمص الرزات مباشرة، شغلت الغاز، حطت الملح، شوية كركم والمي المغلية. شو أعمل فورا؟ معلقة سمنة، مش معلقة زيت، معلقة سمنة، اقدحي للرزات وادعيلي ريحة وطعم وإشي مرتب. بذكركم بحجر الميستيكا، إذا بدك تنزليه على الزيت تحمصي فيه الرزات، وبعد ما تحمصي فيه الرزات
بتنزلي المي، فرح يعطيكي ريحة مسك، إشي معطر للرز، بس بنفس الوقت ما إلها طعم، ما حد رح يحس أنت شو عاملة. يا سلام يا سلام يا سلام، هاي الرزات صحة وهنا وألف عافية. بهالطريقة رح نحط لها شوية لوز، نحرك الكريمة. اللوزات أنا جيت، يلا هنجيب اللوزات. زي ما احنا بنحب هاليخانة، رز مفلفل، ممكن تحطوا شعرية جوستو، طلع تمام كمان. شوفي هيها غليت معي، اذا انا ليش حطيت المي؟ عشان اخلي لها مجال تطبخ وتعقد بسرعه. اذا خليتيها زي ما هي رح ترجع تتكثف، فلازم المي المغليه من اول الطريق. فانا شوفي حركتها مع بعضها. من وين هذا اللون؟ لاني انا حاطه بابريكا على الجاج. حطي كركم، حطي بهار فاهيتا الى اخره. وهي عندنا الرزات صاروا جاهزين ورح نستنى الطبخة. خلينا نسكبها، وزي ما حكيت لك ما بتاخد وقت، الدجاج معاي مستوي وأموره بالسليم. قديش معنا على الفاصل؟ تمام. شايفها لازم تعقد، لازم. ليش أنا بحركها يا ترى؟ ما فيش عندي إشي ينزل تحت، اللي رح ينزل تحت هو البهار، والدليل طلعي كيف الكريمة مش صافي لونها. هذا إيش اللي عليها؟ هاي البهارات. نعم، فاللي بصير انه الكريمة لما بتنزل على الجاج بتسحب معها البهار تحت، فطول ما انت بتحركي البهار بضل موجود بالطبخة. اي اشي زاكي معاها على فكرة، اذا ما بدك تحطي قشطة وجبنة حطي حليب جوز هند، غرام، زي الاكل الهندي بالضبط. اذا ما في بتحطي اللي موجود عندك. بعدين اخر اشي هاي اللمسة الخطيرة مع الذرة والجاج، كزبرة، ونكهة الكزبرة زاكية. والكريمة بتحب الكزبرة على فكرة، ما بتحب لا بقدونس ولا غيره. ممكن تحطي شبت أو دل، بس يعني صراحة أزكى إشي الكزبرة. حركي حركي، خليها تاخد غلو ونكهة. أيوة بالضبط. شوفي شوفي حبات الذرة ماسكة حالها، بس تعالي جربيها هيك بلقمة كتير زاكية. بتحسي بقرشتها، فالصح إنه دايما شايفي البهار رح الجاج راح. إيش لون؟ لون الخلطة، مثلاً هيك صار في عندي بينك صوص، أو اللي هو الصوص الوردي بسبب وجود البهار. عشان ما تاخذ الكزبرة لون زيادة وتصير كتير أوفر سودا، شو لازم أعمل؟ فوراً بطفي الغاز. إذا غليت أي نوع من الأعشاب العطرية أو الأعشاب الخضراء، إذا غليت كتير أولاً لونها بخرب، بصير على سواد، والإشي الثاني صراحةً بطل لها طعم، بتمرمر. فأنا مع إنك قلبة واحدة على الغاز، خلص تقلب قلبة وبكفي. يلا رح نصب طبختنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما نزلي ايدك، بس يتعبى الطبق بترفع شوي شوي الطنجرة، بتضل صحونك نظيفة، حتى الكفاكير بتستغني عنها بالشهر الفضيل. شوف الذرة، يا ويلي على الذرة مع الدجاج، اشي غير شكل. ان شاء الله صحة وهنا والف عافية. دورنا طبختنا وشلنا الزيادة من الجاج والذرة وأمورنا بالسليم. بعد الفاصل رح نعمل أنا وياكم كمان صحن سلطة مدورينه من كمشة رمان وحبة بندورة قربت تخرب، وحتى مش حبة فلفلة، هي نص حبة فلفلة لأنه استصلحنا لأنها بلشت تدبل بالثلاجة. بعد الفاصل صحن سلطة مشخص ببواقي الأكل.